هنتكلم النهاردة يا ولاد عن عملية الطرح. بستخدم في عملية الطرح علامة ناقص. يعني ايه اطرح؟ يعني بيبقى عندي رقم او اشياء يعني باخد منها فبتنقص. بستخدم ايه وانا باخد منها؟ بستخدم علامة ناقص. زي مثلا الاشكال اللي عندي، انا عندي هنا بطيخ، تعالوا نعدهم مع بعض. كم بطيخة؟ 4. برافو عليكم. عاوزين ناخد منها فبنستخدم علامة ناقص. هناخد كام بقى من البطيخ ده؟ هناخد 2، يبقى عندي 4. هطرح بعلامة ناقص يعني هنقص 2، هيتبقى معايا 2 تاني. برافو عليكم. عندي هنا اشكال تانية، تعالوا نعدهم كده. ده تفاح، هنعد مع بعض هيطلع كام؟ برافو، 6. هنستخدم علامة ناقص، يبقى 6 ناقص 1. هنقص من الستة دول 1، هشيل منهم 1. بعمل ايه يا شاطرين؟ بطلع على ايدي 6 صوابع وبنقص منهم 1، يعني بقفل منهم صباع. متبقي معايا كام صباع؟ ها، 5. برافو. يبقى انا الست تفاحات لما اخد منهم تفاحة واكلها هيتبقى معايا 5 تفاحات. اتعودنا دايما نستخدم العملات في الجمع، كمان برضو هنستخدمها في عملية الطرح. عندي 10 جنيه ناقص، يعني هاخد منها 5 جنيه. ال10 جنيه لو صرفت منها 5 جنيه هيتبقى معايا كام؟ 5 تانية. برافو عليكم. يبقى 10 ناقص 5 يساوي 5. هستخدم بقى الأرقام. عندي رقم 9 ناقص 6، هطلع 9 صوابع، هنقص منهم 6، يعني هقفل 6 صوابع منهم، يتبقى كم صباع مفتوح؟ 3. برافو. هطلع 7 صوابع على ايدي ناقص، يعني هشيل منهم 3، شيل 3 صوابع منهم اقفلهم، هيتبقى كم صباع مفتوح؟ 4. يبقى أنا بستخدم في عملية الطرح علامة ناقص. بطرح يعني باخد حاجة من حاجة، بنقصها بتنقص. بستخدم عملية ناقص وبقفل على المسألة بتاعتي بيساوي، وبعد كده بكتب الناتج بعد علامة يساوي.